للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين عبر خدمة سكايب سيد زاهي علاوي، رئيس تحرير راديو أرابيكا. أهلا بك سيد زاهي. بداية، ما أسباب ودلالات هذه الدعوة من وزير الخارجية الألماني والموجهة إلى تركيا بوضع حد دوامة الاستفزاز في شرق المتوسط، وألمانيا هي التي لعبت دور الوسيط في هذه الأزمة؟ طبعا المانيا لا زالت تلعب دور الوسيط حتى الان. يعني وزير الخارجيه الالماني سيلتقي غدا المسؤولين الاتراك في انقره بعد لقائه اليوم في مسؤولي قبرص واليونان. المانيا تحاول قدر الامكان التوسط في هذا الملف ومحاولة عدم جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وخاصة أن المخاوف التي قد تكون موجودة لدى دول الاتحاد الأوروبي وأن يكون هناك صراع عسكري ما بين طرفي الصراع، خاصة وأنهما عضوا في حلف شمال الأطلسي. وبالتالي ألمانيا تحاول قدر الإمكان التوسط في هذا الملف، ولكن الآن اللهجة بدأت تختلف بعض الشيء، لأن الأوروبيون يشعرون بأن أنقرة حاولت اللعب على عامل الوقت لأنها سحبت السفينة بدواعي إصلاحها، ولكن كان هناك نظرة من قبل الأوروبيين على أنها خطوة من أجل الحل الدبلوماسي، إعطاء فرصة للحل الدبلوماسي كي لا يكون هناك فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة كما هدد الاتحاد الأوروبي في السابق قبل قمته التي عقدت بداية هذا الشهر. ولكن يعني باعتقادك، هل تستطيع سيد زاهي ألمانيا وقف هذه التجاوزات، أو حتى من جانب الاتحاد الأوروبي الذي أدان هذه التحركات خصوصا بعد إرسال تركيا السفينة مجددا إلى المياه اليونانية أمس؟ هي ألمانيا تحاول والاتحاد الأوروبي يحاول، لكن المشكلة تكمن بأن أنقرة يعني تبرر هذه الخطوة بأنها جاءت كرد فعل على تسليح سكان الجزر القريبة من تركيا، وبالتالي رأت ضرورة التوجه بهذا الاتجاه، لأن اليونان حسب التبرير التركي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وهناك نوع من التصعيد، وجاءت هذه الخطوة كردة فعل تركيا. ولكن أعتقد أن أنقرة تعلم أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على فرض هذه العقوبات، لدى الاتحاد الأوروبي بعض الأوراق الضاغطة على تركيا، بالإضافة لذلك تركيا تمتلك أيضا أوراق ضاغطة وخاصة فيما يتعلق بورقة اللاجئين. العلاقات الاقتصادية بين الطرفين مهمة جدا، تركيا مهمة أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذن هناك مصالح مشتركة، وبالتالي تحاول ألمانيا عدم جر المنطقة وعدم جر هذه العلاقات إلى فرض عقوبات اقتصادية، لأنها ستخل في موازين القوى وخاصة القوى التجارية بين الطرفين. ومن هنا تحاول ألمانيا قدر المستطاع أن تلعب دورا دبلوماسيا للتوصل إلى حل ومحاولة جر الطرفين وإقناع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى إمكانية تسوية قد تكون مرضية للطرفين فيما يتعلق بالموارد الطبيعية خاصة في غزة. لكن هل الأمور تتجه بالفعل باتجاه تسوية باعتقادك، خصوصا أن تركيا كانت قد أوقفت وتراجعت عن هذه السفينة ذاتها التي أرسلت بالأمس بالسابق، ولكن الآن بعد عودتها كيف ستتجه الأمور؟ هل الأمور بالفعل لازال هنالك فرصة نحو الدبلوماسية، أم هي ذاهبة باتجاه التصعيد؟ هذا يعتمد بالدرجة الأولى على نتائج المباحثات التي سيقودها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غدا في أنقرة. هذه النتائج مهمة جدا، خاصة وأنها ستسبق اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، ولكن طبعا هذه القضية وهذا الملف غير موجود على طاولة المفاوضات أو طاولة النقاش لدى قادة الاتحاد الأوروبي، ولكن أعتقد أن هناك توصية من وزراء الخارجية بأن يتم بحث هذه القضية وتناول هذا الموضوع، لكن أعتقد أن هذا الأمر يمكن بحثه في القمة القادمة لقادة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد نهاية هذا العام في شهر ديسمبر. يمكن لألمانيا أن تلعب دورا، ولكن ألمانيا شاهدنا أنها توسطت في أكثر من مرة وأقنعت الطرفين للتفاوض، وكان هناك دور فعال للمستشارة الألمانية ميركل عندما تحدثت مع طرفي الصراع وخاصة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الماضية، وتحدثت معه لأكثر من مرة. وبالتالي أعتقد أن ألمانيا يمكن لها أن تلعب دورا دبلوماسيا،
ولكن لا أعتقد أن ألمانيا يمكن أن تلعب هذا الدور على المدى البعيد، خاصة وأن الوقت يعني ليس في صالح ألمانيا وليس في صالح رئاستها للاتحاد الأوروبي التي ستنتهي مع نهاية هذا العام. إذن هناك 3 شهور مضت من هذه الفترة، نعم. ولم يبقى سوى 3 شهور، وبالتالي أعتقد أن ألمانيا بحاجة إلى لهجة مختلفة للحديث مع أنقرة وإجبارها على التراجع عن بعض المواقف، إذا كان هناك أيضا فرصة لهذه الدبلوماسية أن تحل المشكلة القائمة حاليا بين اليونان وأنقرة. طيب، في حال فشلت هذه الدبلوماسية بالفعل في حل هذه الأزمة، ماذا عن الجانب الأوروبي؟ ما هو سقف الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها ضد تركيا؟ يعني أكثر من فرض عقوبات اقتصادية لفترة من الزمن، لا أعتقد أن أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار آخر، وبالتالي إلى أي مدى يمكن فرض هذه العقوبات؟ هناك مطالبات من قبل اليونان وقبرص وكذلك فرنسا التي أيضا لا تتمتع بعلاقات طيبة بين معها مع تركيا، وبالتالي أعتقد أن يعني بعض الدول التي ترفض فرض العقوبات ستجد نفسها مجبرة في حال التعنت وعدم التوصل إلى اتفاق، خاصة وأن موقف الاتحاد الأوروبي معروف أنه داعم لليونان وداعم للموقف اليوناني، بغض النظر إن كان هذا الدعم محقا أم لا، ولكن أعتقد أن الأوروبيون سيجدون نفسهم في فترة من الفترات على أنهم مجبرون على فرض العقوبات حتى ولو كانت هذه العقوبات محدودة من أجل إرضاء يعني ماء الوجه والخروج بنوع من الرضا داخل الاتحاد الأوروبي وتحريك هذه العملية ليكون لديهم أيضا ورقة ضغط على أنقرة للتراجع عن هذه الخطوة. أشكرك جزيلا سيد زاهي علاوي، رئيس تحرير راديو أرابيكا، كنت معنا عبر خدمة سكايب من برلين.